أهلا بحضراتكم مرة تانية في مدينة برلين العاصمة الفيدرالية لجمهورية ألمانيا الاتحادية وأكبر ولاياتها الستاشر من حيث عدد السكان وأهم عواصم المعارض في العالم. مدينة جميلة وشديدة الهدوء وكل أطرافها محاصرة بالمصانع وبتنام من الساعة 8. برلين زي ما قلنا بتحتضن في شهر فبراير من كل سنة في قاعات مس برلين اللي عددها 27 قاعة معرض فروت لوجستيكا، أكبر معارض العالم في تصدير الحاصلات الزراعية. كل دولة بتعرض منتجاتها في جناح ضخم خاص بشركتها، وطبعاً مصر بتشارك بقوة من خلال 93 شركة متخصصة في تصدير الحاصلات الزراعية، وبنستهدف زيادة الصادرات الزراعية والحفاظ على أسواقنا في العالم وطرق أبواب الأسواق الجديدة. ومفيش جدال، المنافسة مرعبة في كل الأسواق الكبرى. النهاردة هنواصل لقاءاتنا مع الشركات المصرية اللي أثبتت إنها قادرة على تمثيل مصر في كل أسواق العالم، وإننا باختصار ملوك الموالح والبطاطس والعنب والفراولة والبصل الأخضر والبصل الأحمر والأبيض والفلفل والفاصوليا والثوم وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية في العالم. لقاءنا الأول والحصري النهاردة هيكون مع الدكتور سمير النجار، رئيس لجنة البطاطس بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورئيس مجموعة دالتكس، واللي احتفلت بمرور 60 سنة على تأسيسها ونجاحها في تصدير الحاصلات الزراعية المصرية لأقوى أسواق العالم وخصوصاً البطاطس. وهنناقشه في أسرار نجاح مجموعة دالتكس وسر سقط أسواق العالم فيها، وكمان هنتعرف على التحديات اللي بتواجه صادرات مصر الزراعية. بجد هنتكلم في كل القضايا الزراعية، ركزوا في كل كلمة هيقولها الدكتور سمير النجار رئيس مجموعة دالتكس المصرية. شركة دالتكس 60 سنة تصدير لكل العالم حاصلات زراعية مصرية، ربنا يديك صحة ويبقوا 100 سنة كمان مش 60 سنة. دكتور سمير، 60 سنة من النجاح أكيد أمر بالسهل، أكيد في ضوابط وقواعد في قوانين دالتكس، صح ولا لا؟ اشرح لنا براحة دكتور، إيه روشتة النجاح في تصدير الحاصلات الزراعية؟ حب نفسك، حب بلدك، حب المنافسين بتوعك، اتكلم معهم بإخلاص، اتكلم مع أولادك بإخلاص، اتكلم مع موظفينك بإخلاص، اعرف إن شركتك وموظفينك دي عائلتك، أنت عندك عائلتين، عائلة صغيرة، مراتك أولادك أحفادك، والعائلة الكبيرة اللي أهم من كل حاجة في الدنيا هي زملائك في الشركة وزملائك في العمل، تتعامل معهم بإخلاص. الشركة والعمل طبعاً. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى أعطانا التوفيق وأعطانا الصبر في الأيام الصعبة، ده هو ده اللي أدى للنتيجة دي. هل هي نجاح؟ يعني ما أعرفش، لكن كله كان من ستر ربنا سبحانه وتعالى، لأنه هو اللي اداني الإخلاص. أنا مانيش الإخلاص، أنا الإخلاص ده ربنا رزقني بيه، فهذا الرزق. دكتور سمير، في أول أيام فروت لوجيستيكا هنا شفت حضرتك قاعد ومعاك عميل من عملاء شركة دالتكس. ايوه. وكان حفيد حضرتك قاعد وعمال يسمع حضرتك. ايوه. ورغم ما شاء الله حداثة سنه لقيته بيتناقش كمان مع العميل. ايوه. حضرتك وصلت للنقطة دي ازاي مع أحفادك إن هم يبقوا الجيل الثالث في المجموعة ويحافظوا عليها، تبقى هي روحهم؟ خلي بالك دايما يقول لك الجيل الثالث هو اللي يدمر البيزنس، أنا شايف إن الجيل الثالث هو اللي هيحافظ على البيزنس. أولاً يعني هو بيزعلوا مني ولادي، معلش، أنا الجيل الثالث اللي هم أحفادي أحسن بكتير مني ومن أولادي فكراً وعملاً وأمانة وصدقاً. طول عمرهم بينزلوا معايا الغيط، طول عمرهم طول عمرهم هم أصحابي، أتكلم معاهم في كل تفاصيل حياتي. أصحابي الحقيقيين هم الأحفاد، وهم شايفين إن إحنا بنتعب، شايفين إن إحنا بنشتغل، شايفين إن إحنا صفحين الدلع ولا نصهر ولا عمل لا، شايفين إن إحنا ناس طبيعيين حقيقيين، فبناء عليه أخي يحترمك لأنه بسمعك وبسألك طب ليه ده، طب تعمل مدالية إزاي، تنفهمه إن المنافسة هي عبارة عن صداقة وتعاون وفكر مشترك. هي الفكرة إيه؟ بس أكيد بيدروا بشكل مختلف. علمه كويس وشغلوا أي شغلانة بقى مش مشكلة. علمه كويس؟ علمه بمعنى أو حطه في أي مكان، بس الحتة العلم هنا معلش، واحد الثقافة قبل العلم، يبقى فاهم
مصلحته ايه ومصلحة الناس ايه، وان العملية كلها لما يعمل اي حاجة كويسة لأي واحد في مصر، مصر كلها بتكسب. ولازم يعرف ان الفضل الاول علينا ان ربنا سبحانه وتعالى رزقنا مصر. فالولد لما بيعرف الكلام ده وتعلمه كويس، خرج بقى يروح اشتغل. راح اشتغل في الاول في ميكنزي في نيويورك، ما شاء الله. طب اتفضل ايه بعد كده؟ خلاص لا دلتكس احسن. لا هي في قاعده عندنا، اللي عاوز يشتغل في دلتكس دي كانت من الاولاد لازم يشتغل سنتين بره. الزراعه تفاصيل، الزراعه اذا ما دخلتش في تفاصيلها وتعبت فيها، وفيها متغيرات كل يوم. احنا بنشتغل في بذره مختلفه، بنشتغل في طقس مختلف، بنشتغل في اسمده مختلفه، بنشتغل في امراض مختلفه، انت بتشتغل في اسواق مختلف. صحيح. انت عندك تغيرات يوميه. الولد اللي مش عاوز يتعب ما يشتغلش زراعه. الزراعه مكسبها مش كبير، بس الزراعه ستر. طور نناقش قضايانا بقى. احنا النهارده في معرض فروت جاستكا، واحنا من اكبر اجنحه المصريه. حرك يعني 60 سنه دي تزين الصادرات المصريه، ان عندنا شركه بتصدر بقى لها 60 سنه الحمد لله. عايزين نتكلم على البطاطس النهارده. احنا جايين وفي قرار بيتم دراسته، منع تصدير البطاطس التصنيعيه. انا اتصدمت، مذكره متقدمه لهذا الامر. هل ده ممكن؟ يعني ايه يمنع تصدير يا فندم؟ انا عاوز اقول حاجه. حتى لما اتمنع البصل كان موقف مختلف، ومنع في غير موسم التصدير، لان موسم تصدير البصل بيبتدي بعد مارس. ف اللي حصل ان نمنع ده علشان المصانع. مين قال ان الكميات المنزرعه في مصر لا تغطي احتياجات المصانع؟ لا ما حضرتك شوف الشهر اللي فات الكميات كانت موجوده ومحطوطه قدام المصانع. فلا مفيش حاجه. شوف يا فندم، مصر لازم تصدر، ومصر انقاذها تصدير. وما يبقى فيها حاجه كويسه تصدر نوسع انتاجنا فيها. مين قال ان لو مصلحه مصر ان نمنع اي حاجه؟ على عيني وراسي. لو مصلحة مصر في أي شيء ماشي، لكن مصلحة مصر إن أنا أقلل استيراد وأشوف أي حاجة جاية من بره استيرادا أقدر أعملها في مصر أعملها. السنة دي تحديدا التقاوي الناس داخت عليها. آه. إيه السبب؟ مع إن قبل كده قلنا إن إحنا احتياجاتنا يا دوبك 110-115 ألف طن، ودول اللي دخلوا فعليا. ليه الناس داخت السنة دي على التقاوي؟ يا فندم مصر جت السنة دي 110-115، معرفش كام بالظبط، وأعتقد إن في إنتاج محلي ما يقرب من 20,000 أو يزيد فوق الكمية. فإحنا مور ليس كنا حوالي 140,000 طن إنتاجا محلي واستيراد. بس اللي حصل إن الفلاح بقاله كذا سنة بيخسر في البطاطس. حصل ان الموسم الاخير في الصيف اسعار كانت افضل، والفلاح بقى فيه عنده ربح، فباع كل الكميات الموجوده المخزن. لدينا المخزن بيروح للاسواق، لان لو ما خزنتش هيجي لك 3-4 شهور ما فيش خالص. فالناس بيخزنوا وباعوا في السوق المحلي. كان لما يبقى السوق ضعيف جزء من ده يروح يزرعوه تقاوي. السنه دي ما حصلش، ففي شورتج، فالناس متوقعه ان ياخدوا اسعار عاليه ويكسبوا. يعني فلاح البطاطس ده لما بيخسر بيرمي البطاطس ما بتتكلمش نقله. صحيح. فيا رب يفرجها عليه وياخد اسعار كويسه وياخد اسعار تعيش. بس المغالاه في اي شيء، في اسعار تقاوي، في اسعار منتج، في اي حاجه المغالاه ده، يعني مش عاوز اقول جريمه، يعني حرام. دكتور، في حلقات بتشتري التقاوي من الشركات الكبرى اللي بتستورد. أيوة. وبتغلي على الناس. ازاي نقلل عدد الحلقات الموجوده ما بين الشركه المستورده اللي عارفه الصنف بتاعها وما بين المزارع اللي نفسه يزرع الصنف ده؟ ان جمعيه منتج البطاطس تقعد مع من تثق فيه في المستوردين او في الشركات الاجنبيه او او او، وتبتدي نعمل طريقه ان قبل ما تيجي البطاطس يبقى المزارع الفلاني عارف انه هيشتري الصنف ده وهينزرع في المكان الفلاني ده ويتعاقد عليه بسعر معين. يعني احنا مفتقدين دور التعاونيات الخاصة بالبطاطس؟ الخاصة بكل دخل حاجة، الخاصة بكل حاجة. التعاونيات محتاجة تقعد معانا ونقعد معاهم ونفكر بصوت عالي، والحاجة اللي تصلحوا لهم وتوافقهم يعملوها، الحاجة اللي تصلحوا لهم ما يعملوهاش. بس الناس تقعد مع بعضها وتشوف الصح ايه والغلط ايه. وبعدين النهارده اللي ماسك جميع البطاطس، منتج البطاطس، بني ادم فهمان، مزارع بطاطس، عارف البطاطس بكل مفرداتها من بدايتها اللي هي. طب اتفرج بقى، مفيش مشكله، ما هوش بعيد يعني، مش واحد جبته كده يعني من الخارج. دكتور سمير، وانا جاي لحضرتك، عديت على قاعات 2 و3 و4 و11 و22. اي القاعات دي فيها وحوش للبطاطس. اي
أصناف غريبة وألوان غريبة الناس دي بننافسها إزاي؟ إن أولاً من ستر ربنا إحنا بيبقى عندنا موسم بيكون البطاطس في بلاد كده مش في كلها إدمت ما بقتش نيوبيتيز. في فرق كبير جداً. أنت بتطلع من مصر منتج نيوبيتيز له وضعه، وإلا إحنا نقدرش ننافس أوروبا في إنتاجها، إنتاجها أرخص بكتير. فأنا بروح له في غير الموسم بتاعه، في نيش من ديسمبر مثلاً لحد مايو، ده النيش بتاعه، ده اللي بنشتغل فيه بطاطس. وكمصدرين بنقفل بعد ده. دكتور سمير، دالتكس عرفت في العالم بجودة منتجاتها الحمد لله، هذا من فضل ربي. حضرتك من أول السنة لغاية آخرها الناس كلها بتستناها، صح ولا لا؟ الحمد لله، هذا طيب. من فضل ربي. إمتى الدكتور سمير نجار هيدخل في مصنعات البطاطس البودر، حاجات القيمة المضافة، يدخل بيها كل أسواق العالم؟ أنا وأنا جاي برضو شايف شركات عرضة مصنعات بطاطس بودر ومش عارف عيش من البطاطس وحاجات غريبة. إمتى الدكتور سمير يدخل مصر في القطاع ده؟ لا مصر لا دخل موجوده، بس احنا عندنا فورم فريتس عندها نص ماليه. انا جاي بتكلم على الباودر والتكفيف، مصنع عندنا لا عندنا، لكن لازال السوق محتاج طبعا، والسوق الخارجي اللي بياخد المنتج النهائي من مثلا الفرنش فرايز سوق ضخم وقوي ومحتاج. في مصانع نواتي في السعوديه عماله بتتعمل برقم غير طبيعي في شهور مع بعضها، يعني في أكثر من 3 شركات بيعملوا مصانع هناك. الشغل لازال موجود، الأحفاد بقى بيعملوا فن. يعني حاجة من خطتك الاستراتيجية الفترة الجاية تدخل في التصنيع إن شاء الله، بس لازم نعرف حاجة، إن المنتج الفريش سعره أغلى ومطلوب أكثر. يعني البرتقانة لها مكان، لما بحول البرتقانة الرخيصة العصير، لكن مش البرتقانة الغالية.